شركان قولها وسيرة سومالي لان او شرق الدوميني مدحونها جمهورية سومالي لان مداني احمد محمد محمود سيلايو ايا اللغو لفقوري كرور كردقالي اي حوقن اي كم مغضا او درس كميسانية سنداد كاللابادا كون اي تضبية طبانكا غران كجمهورية سومالي لان او كوهو القلي دونو حملها قولها وسيرة دود دير اي شين كدب واحي عضو قادين انسيحين تا ميسانية سنداد كان او عد اغلبية دا اي كوم ميل مريين ميسانية دا لابادا كون اي تضبية طبانكا اي جمهورية سومالي لان اوردا مايد صدح بقول يا اللي بيه لحدن مليون شن بقول يا تدبية طبان كون يا صدح بقول يا صدح يا سقاشن دولار شركة قولها وسيرة مركب ودمالي وحور باهنت الله الله وسيرك حقين كمالية سومالي لان مداني علي احمد محمد ايا شرح قدر كقرار اي كم مغضاء ميسانية اللي بدا كون يا تدبية طبان كا يا ميلها اي حوق قصار اي سو وحمانتا لان سحي ميسانية دي قرقان كبوريد سومالي لان ميسانية داس وعدد كده دنيا هاي لبتريليون بقولية تضماتني شم بليون 104 مليون 355,000 وميسانة دي أقبض نايد أبي سومر تقرن كان جبريد سومالان ميسانة ده سو حكا كمان تاني ميسانة ده دولة ده حا وآه 1 تريليون 553 بليون 204 مليون يو 022,000 وآه دولة ده حا هي ده بده حبنانا وآه صدح بقولية صدح بليون صدح بقول يصد نيو سديد مليون يا دولة هوسة وآه لما بقول يا سديد بليون شن بقول يا تدوبات مليون يا دخل يا دقة عالمي جا آه تتجاشن يا تدوب بليون 268 مليون دخل يا مشروع مع ملدات تشين تو أهل بيت تمن بليون تدوب بقول يا ربي لبعتين مليون إيش قاين تو ولا بتليون بقول يا تدوبات نيو شن بليون يو 104 مليون 355,000 وحي أي دولار هانو بقتها صدح بقول يا ربي لحد المليون aan iyo 517,000 dollar ka mareekanka miisaaniyadani waxa miisaaniyadii 2016 ka ka badan tahay 72.5 wa quarter in ka badan ayay ka badan tahay waxa miisaaniyadani ka badan tahay miisaaniyadii markii uu madaxweyne Axmed Maxamed Siilaye xilka la wareegay 2010kii 400% ka badan tahay waxa halka saaxadiga iyo saamiga kororka miisaaniyadani waxay ahmiyada saaraysa amniga وأسند كصوص على واحد يقول لنا دور شوين كي قرنكا وحال الربع مركا وحال التيجي إذا ماذا قلب كسيدا وحال كل هو بري سند فربضن قلب فربضن إذا ما فربضن بالسوق اللي وحال رئيس يا سند كان إذا ما خاص وها إني توبران أن شدال كي يقن يمد قرن كان يلقضيه ما دام ينفسترس فربضن أي شيئان سند كان وحا مثال إذا كنت ترى بقولك بتوبان شغالها إذا ماذا قرنكا أي اللوك اللي تحسينه وحا يكون حاله دا بوجي بلنقات كي ah in shaqala boqolkiiba 300 kuriyo maanta waxa maray 200 waxa weeye insha Allah sanadka soo socdana wax la kulin doonaa inta dhiban miisaaniyadda ahmed weyn saaraysa kaabayaasha dhaqaalaha waxay dhisaysaa wadooyin fara badan waxay dayactiraysaa ceelashii hore waxaana sameynaysaa ceelal cusub si baahida biyaha looga maqnaysaa shacabka Soomaaliland looga qabtiro waxay miisaaniyadani culays weyn saaraysaa oo ay ku wajahan tahay daryeelka caafimaadka bulshada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kaloo miisaaniyadani itijaah saaraysaa shaqo abuurka waxa la sameynayaa dugsiyo farsamo gacmeed waxa la abuurayaa oo la kobcinayaa in wax soo saarka dalka la kobciyo oo wixii dalka dibadda ka soo imanaya ee wax soo saarka gudaha ah in lagu sameeyo cashuuro si productionka dalka loo kobciyo waxay miisaaniyadani diiradda saaraysaa aqoonsiga ميسانية فرشحن له ميسانية لغا شقيي كلها وسيرة دانا آد بانو قمها الألين ياسيد وقروح بضلين واسا وسيرة وسارة دا ورفافين تيو عيقلين تا شمورية دا سومالي لان مدانا عثمان عبد الله سعرديد عداني ايا سيقو تر دير وغو ورهماي ميسانية داني اهمية دا ايوغو فردو غران كا شمورية دا سومالي لان ايا بلشة ديسا ميسانية داس ومدحوينو وغم هاد نغيو وزيرة دي ايه هقامين يسو وزيرك ووزارة دا مالية دا وزير سنسو عادة آدن وزير علي يا دا ما شغاله وزارة المالية ده وحوي وميزانية كدولة أما كل صلاة سن حال ده هينو كشرنه وهاي كم تهاي أبارها دور الشدة نبت جلية ده سعر بركة شغالها كمورية سومال لان ولو كريي بقول كي با طبعا وأنا ميزانية كرر كيدو يهي تطبيع لباتن 0.5 ay tahay maxaa ku raadaya dhaafiso waa miisaaniyadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu ballaarnayd
ugu tayada badnayd waxaanu qabnaa oo golaha wasiirada mar hadduu dhaafiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland codsanaya ee miisaaniyadaas waxa ku soo socota golaha baarlamaanka waxaanu filaynaa in si dhaqso ah iyadana waxaan ku raadinayaa loo baahi loo loo ansixi doono oo ay runtii tahay mid faa'iido weyn dalkan waxaan ku raadinayaa iyo dadkan u tari doonta ردوان عيديد اسماعيل اكيد يا عبد الله علي سودي تلفزيون قرنك جمهوريه سوماليلاند قصر جمدحتويده.